سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم فيديو جديد. اول حاجه بغيت نبدا بها هذا الفيديو هي واحد كلمه شكر لكم كاملين، البنات كاملين اللي خلاو لي لي كومونتير في الفيديو اللي فات. شكرا لكم بزاف، الله يبارك فيكم، ويا ربي يا ربي ترزق اي وحده محرومه من الذريه الصالحه، يا ربي ترزقها الذريه الصالحه. وانا كندعي معكم كاملين. حاولت البنات نجاوب على قدر المستطاع، واللي ما جاوبتهاش راه خليت ليها قليب لانني قريت الكومونتير ديالها. وشكرا لكم بزاف على الكومونتيرات الزوينه اللي خليتو ليا، فرحتوني. ايوا اختي، هذا النهار الثاني من ورا الحفيله. ايوا ناط لهاد الصالون، عرفتي كل نهار كنقول اليوم غدا اليوم غدا. ايوا هاد النهار حسيت براسي زعما عندي شويه الطاقه والجد. ايوا نطختي نفرغو في هاد الصالون. كنت هنا انا واداب، راكم عارفين العطله دابا، صراحه ما مشينا حتى شي بلاصه. ايوا قلت ليه والو، جي تعاوني تحيد لي هاد المخاد. وعجبو الحال ادم منه، واللي زعما من الوليدات اللي كيبغيو يعاونوني، اللي كيبغيو زعما يعاونوا ماما في الدار. فهمت اش بغيت نقول لكم؟ ادم كيعجبو نكلفو بشي حاجه يديرها، بحال هاد الحاجات هادو جاه بحال جاه داكشي بحال هكا لعبو. ما جاهش زعما راه شي حاجه صعيبه. والله الا زعما عاوني كيقرب ليا المخاد وكيحيد معايا الجوا ديالهم. ايوا قلت هاد النهار غادي نحيدهم، راكم عارفين داك العجاج اللي داز هاد الايام في اكادير راه تسليم. والله العظيم قلت لكم صافي خليت الصالون. ديجا كنت زعما هكا مسحت الغبره وداكشي قبل ما ندير المناسبه، ولكن كانت خاصها زعما تخميله ديال القلب وتحيدو الطلامط ويتبدلو ويتصبنو وداكشي. فقلت خلي حتى دوز هاد زعما حتى يدوز الحفيله ديال عيد الميلاد عاد ديك الساعه نحيدهم. ايوا هاد النهار جات وقيتهم. صافي راه ادم هنا مسكين كيعاوني، ما كانش راجلي صراحه هاد النهار. حاولت نحيد غير دوك الطلامط هكا نديرهم يتصبنو. البونجات هما عندي خفاف، ما عنديش زعما دوك الثقال، جاوني ساهلين. صافي حاولت نحيد شويه الغبره، نمسح داكشي اللي تحت من صدادر، دوز عليهم سبيراتور. ايوا اختي هادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. البنات غير سالينا، مشيت دوشت الادم دغيا دغيا، بدلت لي حويجاتو، خليتو كيتفرج غيبان لكم داكشي مازال معرم تما. خليت المخاد صراحه غير تما، هادوك ما حيدتش ليهم الجوال حقاش مازالين نقيين. وهادو بديت كنصبن فيهم، بديت كندير الماكينه هكا كتصبن ليا شويه بشويه. صافي جا قال لي ماما بغيت برينغرز وبغيت هذا وبغيت مشات لي سمي ديال كورن فليكس. هاي تبان لكم زلافه ليها، حطيت ليه هكا برينغرز ديالو كلا كورن فليكس. وكان كيتفرج كنعيط واحد اللحظه، مشيت للكوزينه شوف راه خويت الصالون كامل حيت دوك التخربيقات مازالين محطوطين تما ديال الزواق. صافي وخليت هكذا سدادر حتى تيجي راجلي عاد نتعاونوا باش نفرشوهم، لحقاش جاني صعيب. وبيني وبينكم عييت هاد النهار، قلت لكم خليته كيتفرج، جيت لقيته مساكين ضاربها بنعسه. والله الا بقى فيه وحق الله، وزعما راه هو اللي عاوني والله العظيم. الا زعما عاوني ما نقولش لكم، جا هادشي بحال لعب، هاد المخاد فاش كنحلوهم جا بحال كنلعبو. ايوا اختي وكيد يعاوني ويهز ليا المخاد ويحولهم من بلاصه لبلاصه. الله يحفظوا ليا يا ربي، الله يخلي ليكم وليداتكم. ايوا صافي دابا غادي نخلي ادم ينعس، خليته ينعس شويه وغادي نمشي اختي نرتاح. شهيت صراحه غير شي كويس العصير غنمشي نصايبو دابا ونجلس اختي ارتاح مع راسي. ايوا ومن بعد نكمل معكم الفيديو ان شاء الله. المهم البنات ما كملتش معكم مازال صراحه الفيديو من البارح. صافي شتو معايا غير جمعت الصالون وداكشي، عييت عييت عييت، بقيت صراحه غير جالسه. المهم هذا النهار الثاني. اليوم البنات عندي واحد الحفل غادي نمشي ليه ان شاء الله، واحد الحفل نسوي. فداكشي علاش يلاه دوشت، فقط فطرت دوشت وبغيت نصايب شعري، لحقاش هكا غنكونوا غير عيالات بيناتنا. صافي قلت نصايب شعري، شحال هذا مصايبتوه، عرفتو راه ميكت عليه من ناحيه السشوار وداكشي، خليته الصراحه يرتاح. داكشي علاش قلت اليوم والو غادي نصايبو. ايوا اختي مع الزهر مع سالي التدواش مع تقطع الضو. المهم ما عندي زهر باش جيت دابا باغا نصايب شعري، عرفتو راه باقي فازك، درت عليه غير هاد الفوله راه باش يشرب ليا الماء، باغا نشفو باغا نصايبو زعما هكا غير في الدار. حيت اليوم الحد وراكم عارفين نهار الحد هنا في سيدي بيبي راه حتى واحد ما كيكون حاد، صالونات وداكشي اغلبيتهم صراحه كيكونوا ساعدين. حيت واحد المره كنت تحنسرت بحال هكا نهار الحد ومشيت كندور تعيش في سيدي بيبي وانا نرجع، لحقت ما لقيت حتى شي واحد حتى شي صالون حاد. ايوا دابا ما عندي ما ندير، ما عادش غندير.
غنشوف تاني غير الا ما رجعش الضو صافي غادي ندير الفولار ديالي وصافي، حيت ما نقدرش نجلس بشعري فازك. اول حاجه غادي يضربني البرد، تاني حاجه انا واش نكون مرتاحه فيه هكاك. ايوا هذا ما كان. المهم قلت نستغل الوقت بين ما هكا الى رجعوا الضو باش نصايب شعري، قلت نصايب هاد سميتو هاد الضفيرات. عرفتو شحال هذا ما صبغت ضفاري، ما درت هكا لصقت ضفيرات وداكشي. وبما انه اليوم مناسبه قلنا نستغلوا الفرصه. المهم غندير هادو البنات كنت خديتهم شحال، هذا كان جابتهم لي اختي امينه. الضفيرات هادو ديال الرجلين، شوفهم كيفاش دايرين، فيهم فيرني بيرمانو. هادو راه ماشي دوك العاديه اللي كيتباعوا البنات، هادو راه كديروهم مره وجوج ثلاثه، زعما كتستعملوهم شحال من مره وكيبقاو مزيانين. والفيرني اللي مصايب بيهم بيرمانو ماشي العادي. المهم انا كنت درت في الاول هاد الحمرين، راه مازالين عندي ديرها في واحد البوشيطه كنستعملهم صافي. فاش كنجي كنحيدهم كنحتفظ بهم هكا حتى المره اخرى كنعاود نلصقهم. المهم قلت غادي نلصق شي وحدين هكا، ويدي يا راه صبغتهم. شوفوا غتبان لكم الحنه، واحد اليومين هادي درتها. ايوا ودرت غير هذيك ديال التوب، راكم عارفين غير داك اللصاق اللي كيتشرى هكا، داك السكوتش ديال اللي كيكون فيه بحال النقش، درته جاني عليه لقانه ودرته. ودرت هذيك التوب كاينه عندي، هادو راه هاد الحنه راه يومين ثلاث ايام كتمشي. ايوا درتها تقريبا غير يومين هادي، شوفوا راه مشات بهاتت مع الشقا وداك الشيء تاع الدار. ايوا المهم قلت غادي نلصق هادو ونتسنى الى جا الدور غادي نصايب شعري. ما عرفتش صراحه، خفت نمشي حتى سيدي بيبي وما لقيت شي صالون ونتعذب، وانا اصلا فيا ما يخرج ويعاود يرجع. في الصباح كنكون زعما شويه ما كايناش الطاقه مع الصباح، هذاك الشيء علاش قلت غادي نشوف. المهم ان شاء الله غادي يكون خير، غادي دابا نصايب الضفيرات ونشوف ديك الساعه شنو كاين. المهم اللي درتها اكيد غنبارطاجيها معكم البنات. عاد ساليت. المهم هو ادم ما شفتوش الصباح، قول لهم صباح الخير دايرين كلشي مزيان؟ كلشي مزيان، كيدوزتو كلهم كيدوزتو العطله زوينه تحيتو شويه. ايوا واش بغيتو مازال؟ ايوا اختي المهم الدور مازال مرجع شد معنا الزكير. عرفتو سول دابا واحد السيده سيدي بيبي قالت لي حتى هي راه ما عندهمش الضو. ايوا صدقت ما غادا نمشي حتى شي بلاصه، شعري باقي فازك عرفتو، شفتو غير مزيان بالفوطه صافي وخليتو. غادي نجمعو ندير الزيف، ما عندي ما ندير يا اختي ماشي خيزو. هذا خيزو اللي في يدك، نبردو على راسنا بهاد الطبيصه ديال الدلاح. انا وادم يلا قطعتو درتو في الثلاجه يبرد مزيان، غنجلسو ناكلو. عرفتي راه وليت كنموت على الدلاح، كيعجبني بزاف خصوصا الا كان حلو. شوفوا هاد الحمق هذا كيمشي عند جده كتنقي الخضره وتصايب الخضره، ويز لا خيزو كياكلو. وراه في الدار والله ما كيبغي ياكلو ليا، عرفتو راه كنديرو ليه طايب هكا في المدرسه مع خضيره ولا كياكل البطاطا. خيزو مع سنة وعندها الماء، بغيت نخزو عند الماء. وراه خيزو مكيبغيش مع الماء ويلي، وكيمشي عند جده كيولي كياكل كلشي. يقولوا لي واش ولادكم كيجيبو عليكم تانتوما هاد الفشوش في الدار ما كياكلش الحاجه، ملي كيمشي عند الناس ولا هكا في الدار ديال جده كيولي ياكل خيزو وياكل اي حاجه. ايوا اختي المهم دابا غنمشيو ناكلو انا وادم الدلاح، وعاد من بعد نوجد راسي باش نمشي ان شاء الله للحفل. الا قدرت نصور لكم راه اكيد غادي نبارطاجي معكم كلشي هاد الحمق هذا. المهم البنات يلاه ساليت، عاد وجدت راسي. المهم لبست هاد القنيطيره هادي، شحال هذا من لبستها اختي قلت لي ما جات نوبتها ولا جات المناسبه باش نلبسها، ودرت معاها هاد الفولار هذا حيت راكم عارفين قلت لكم صافي ما صايبتش مازال شعري. ايوا المهم دابا عاد جات صاحبتي باش نمشيو انا وياها. تبان لكم هذيك اللعيبه لاصقات الماء، هذيك جابها لي ادم كان في عيد الام، وكان جابها لي صافي وقال لي ماما والو لصقي في هذا المالي وخليته درت لي خاطره. المهم قولي لي كي جاتكم القنيطيره؟ كنت واقيلا لبستها هادي في عيد الميلود صافي، هذاك المره اللي لبستها صافي ومريحه الصراحه. وبما انه اليوم كاين الصهد عرفتو سمحي لي عرفتو راه سخون الحال، هذاك الشيء علاش قلت نلبسها هي مريحه والتوب ديالها مبرد. وبالنسبه للمكياج ما شاركتوش معاكم، المهم درت مكياج خفن زربان. دابا غادي نلبس عليا دغيا العبايه وغادي نمشي ان شاء الله حتى لعند صاحبتي ونشارك معاكم الحفل كيفاش غيدير.
وصلت للدار ما نقولش لكم دوزنا واحد النهار واحد العشيه زوينه بزاف عرفتوا فوجنا حيدنا ديك الطاقه السلبيه كامله اللي كانت عندنا في الداخل حيدنا اختي بهاد الحفيله هادي وكانوا هكا غير كما قلت لكم العيالات بيناتنا كنا مرتاحين وكلشي صافي حاولت نصور لكم غير لقطات خفاف ما صورتش لكم كلشي عرفتوا عييت غير بالضحك الصراحه ما درت حتى شي مجهود ايوا اختي دابا غنمشي نبدل عليا ونحيد عليا هاد المكياج ونمشي نرتاح شويه نتلاقى معكم من بعد. المهم البنات جيت دابا كنصلي عرفتي مع ساله الصلاه عندي اذان قال لي والو ماما حلي لي واحد الكادو ديالو صراحه مازال ما حلوش قال لي والو حلي قلت لي خليه ولدي تنصورو قال لي لا صوري دابا باش نحلو نلعب به. ايوا اختي قلت ندير ليه خاطرو ونصورو ليكم باقي ما حيدت حتى حوايج الصلاه شوفوا باقا جالسه في البلاصه فاش كنت كنصلي. المهم غنحلو معكم دابا الكادوات اللي جاو الاداب لحقاش ما صورتهمش زعما معكم في الفيديو اللي فات ومن هادي نحلي الالعاب ديالو صافي خليه يلعب حيت راه متشوق هو غير انا كنقول ليه بلاتي حتى صوروهم. المهم اول حاجه دابا راه شي وحدين نحلهم نوريكم الكادو ما عرفتش الصراحه فين هي فلو ديال اختي امينه ديال فوزيه ديال غزال. المهم انا غادي نوريكم الكادوات وصافي. المهم جابوا لي هاد الكادو هكا فيه ماسك ديال سبايدر مان وفيه هاد الفردي وهادو زعما القرطاس عرفتو الدراري هادشي اللي كيعجبهم هانتوما ها هما الاخرين ماكس سبايدر مان كيوريكم دابا سوبر مان صافي. المهم جابوا لي هذا هو اول كادو نحطو هنا اللي ورينا نحطو هنا ثاني كادو هذا عقل عليه هذا ديال صوفيا حيت صوفيا كتعرف ادم اش كيعجبوش اشنو اللي كيحمق عليه طوموبيلات شوفوا شحال تاع الطوموبيلات جابت ليه هاد اللعيبه راه عامره من الفوق ومن التحت شفتوها شفتوا شحال تاع الطوموبيلات فيها فيها من الفوق ومن التحت ودايرين وسط منهم واحد بحال الشانطي زعما كتحطي هكا هاد الكارطونه مرسوم فيها الشارع هكا كيحطوها بقاو يلعبوا بها شفتوها كتهز بحال هكا بحال سيله راه كبيره البنات ها امراه قولها شكرا صوفيا اجينا يا اجينا يهضر معاها ميرسي صوفيا قولها ميرسي ميرسي ايوا اختي الكادو الاخر حتى هو هذا الكادو حماق عليه ولدي حماق عليه عرفتي شنو حماق عليه الحاجه اللي كيموت عليها ادم هي الكره شوفوا جابتو لي صاحبتي جابت ليه هاد الكره خاصها تنفخ زعما كره ديال كره ديال هذا ديال القدم مالا رمبوقه وجابت ليه هاد اللعيبات هادو كيديروهم البوطو البوطو شو البوطو هذيك ركلة جزاء كتحط الكرة لا لا كتحط الكرة هنا كتضربها هذيك ركلة جزاء المهم نتوما ديرو بحال ما سمعتو والو هذا المرمى زعما فاش كيلوحو ديك الشبكة فاش كيلوحو الكرة هذا كيحددو به مثلا كيحطو وحدة هنا وحدة هنا وتيكون الحارس وسط منهم باش ما تدخلش ليه الكرة وهذا الكادو تا هو ديال هذا اللي قلت لكم بغا يحمق عليه قال لي بغيت نحلوها ماما وزربان وداكشي قلت لي بلاتي ودي غير نصوروه وحلو بغيت نشوف كيما قلبتو هكا فيه طوموبيل بحال هكا شفتو طوموبيل هكا زوينه كبيره اللي جبتها كاع باش تبان فيراري زرقه فيراري اختي قالت لي كيجيو معاها الحجرات هادو كيتشارجاو واقيلا هاد الحجرات وهاد الشارجور ديالهم هاي اختي الفيراري قالك شفتوها ها الطوموبيله ديال السباق هادي هادي الطوموبيله ديال السباق ادم انا نحلهم نحلهم من بعد وهادي التيليكوموند ديالها اللي كتحكم فيها وكتدار الحجرات هنايا وكتمشي بوحدها. المهم غادي نحلها لك نسالي واحد ونحلهم واخر كادو البنات هو هذا عندك طيح عندك طيح اخر كادو هو هذا واحد الصبر ديالك كتحمق الصراحه زوينه انا عجبتني شوف كيفاش داير الشكل ديالها كتجي بحال هكا
شتوها؟ وي زوينه. شتي شحال زوينه؟ ومازال قريه هنا. اه فيها القري والابيض زوينه حتى هي. قريه. هذا راه تبرع السبرديلات. صافي البنات هادو هما الكادوات اللي جاو. بغيت نشكر البنات كاملين اللي كانوا حاضرين معايا ذاك النهار، عائله ما ديال الدار كلشي، نقول لهم شكرا لكم حيت فرحتوا معايا، شكرا حيت دوزنا وقيته زوينه، دوزنا عشيه زوينه ولا نهار زوين. اش نقول لكم صراحه فرحت بزاف، عجبني الحال حيت كان داكشي كما قلت لكم درتو غير عائلي، يعني كانوا غير عائلتي الصغيره وعائله راجلي، يعني غير الناس القراب ليا بزاف، حيت ان شاء الله الا كنت زعما غادي ندير شي حاجه من بعد فاش غادي نولد، لحقاش العائله تبارك الله كبيره، داكشي علاش قلت الا كان شي حاجه ان شاء الله من هنا للقدام. ايوا هادشي اللي كاين البنات. دابا نخلي ادم يلعب الالعاب ديالو، خلي هاد اللعبه ديالو خليه يلعب بها. ايوا اختي هكا كيسالي الفيديو ديالنا، ربيكم ان شاء الله موعد الفيديو الجاي. تهلاو ليا فراسكم، ان شاء الله الفيديو الجاي غيكون زوين ياك ادم. ايوا قول لهم السلام عليكم. سلامة.